المحاضرة النهاردة إن شاء الله بعنوان حاجة اسمها Exercise and Cardiovascular System Function. زي ما لسه قايل يا جماعة، اللاب والمحاضرة لهم ملف واحد، الاتنين مرتبطين ببعض، خلاص يتذاكروا كموضوع واحد، خلاص؟ لما أقول Exercise and Cardiovascular System Function يبقى لوجيكالي لو جيت جبت الانتروداكتوري كيس هتبقى عن حالة إيه؟ واحد بيعمل إكسرسايز ونشوف الكارديوفاسكولار سيستم تشينجز معاه. A 27 year old healthy man. خلاص؟ عمل مودريت ماسكولار اكسرسايز. قبل الماسكولار اكسرسايز شفنا الهارت ريت وشفنا الستروك فوليوم. كان الهارت ريت كام؟ 70 بيت بير مينت والستروك فوليوم 80 مللي بير بيت. بتحط الصورة يا جماعة؟ ممكن أثناء الاكسرسايز على طول أو جاست أفتر اكسرسايز. عملنا ريبوردنج للهارت ريت والستروك فوليوم تاني. لقينا الهارت ريت كام؟ 130 بيت بير مينت، ولقينا الستروك فوليوم 100 مللي بير بيت. واضح ان ايه اللي حصل مع الاكسرسايز؟ ان الهارت ريت والستروك فوليوم زاد. طب ايه سبب الزياده؟ ايه اهميه الزياده؟ ده اللي المفروض افهمه من المحاضره واللاب النهارده ان شاء الله. طيب ايه الليرنينج اوبجيكتيفز بتاعتي؟ زي ما بقول افكت عنوان المحاضره بعنوان حاجه اسمها افكت اوف ماسكولار اكسرسايز اون كارديو فاسكولار سيستم فانكشن. يعني اكني بقول لك ايه؟ شوف اللي انت ذاكرته في الكارديو فاسكولار ودرسته كله وشوف لو عملنا اكسرسايز ياثر فيه ازاي. احنا خدنا محاضرات عن ايه؟ او محاضره عن ارتيريال بلاد بريشر، صح؟ خدنا عن الكاردياك اوتلوك، عرفنا حاجه اسمها ستروك فوليوم، عرفنا حاجه اسمها هارت ريت، عرفنا حاجه اسمها البريلود، عرفنا حاجه اسمها الفينس ريتيرن، عرفنا حاجه اسمها فرانك ستارلينج لو. كل ده المفروض هنتكلم وهتيجي سيرته النهارده عليه، وانا بتكلم على افكت اوف اكسرسايز على الكارديو فاسكولار سيستم فانكشن. فاول اوبجيكتيف عندي ديسكرايب ذا كارديو فاسكولار ريسبونسز تو اكيوت اكسرسايز. لسه نقول بسم الله الرحمن الرحيم. في فرق ما بين كلمتين خدوهم من دلوقتي نقطة في دماغكم، في فرق ما بين acute exercise و chronic exercise أو training. واحد عمره ما اتحرك ولا راح ولا جه مجرد أقصاها يطلع سلالم الكلية، ما يمشيش، مش متعود يمشي. فجأة قلت له تعالى نمشي الاثنين كيلو اللي قدام الكلية دول. خلاص؟ إيه رأيك؟ تغيرات في القلب عنده في الكاردو فاسكولار سيستم هتكون زي واحد كل يوم الصبح بيمشي 10 كيلو ونيجي نقول له تعالى نمشي الاثنين كيلو دول. يبقى الاكيوت اكسرسايز انت قاعد ريلاكسد مفيش حاجه وبدات تعمل اكسرسايز. لكن كرونيك او التريننج انت كل يوم بتمشي مثلا 10 كيلو. طيب التشينج مع ال 10 كيلو بتوع كل يوم دول يفرق؟ طبعا يفرق، وده اللي عايزين نعرفه النهارده ان شاء الله سواء من المحاضره او اللاب. يبقى لما اقول اكيوت اكسرسايز اتفهمت المقصود بكلمه اكيوت اكسرسايز. يبقى ديسكرايب ذا كارديو فاسكولار ريسبونسز تو اكيوت اكسرسايز كفرنج ذا فولوينج بوينتس. أول حاجة الجنرال افكتس على الكارديو فاسكولار سيستم. يعني على إيه؟ على الهارت ريت، على الفينس ريتير، على الكورونري بلاد فلو، على الستروك فوليوم، على الكاردياك أوتبوت، على الأرتيريال بلاد بريشر، على الريديستريبيوشن أوف ذا بلاد. هنفهم يعني إيه الكلام ده. المصل نفسها مش هي ماسكولار اكسرسايز؟ وبقى عايز أعرف اللوكال افكتس أون ذا سكيليتال ماسلز. خلاص؟ اي نقطه من دي يا جماعه ممكن اتسال وهنشوف هتسال بردك ازاي. الهدف الثاني discuss the cardiovascular responses to chronic exercise او اللي بقول عليه training. ثم هدف غايه في الاهميه ممكن تسال شوب تقيس كتير او تسال نقط من اس كيو او في الام كيو حاجه اسمها الكاردياك ريزيرف. عايز اعرف ادي ديفينيشن للكاردياك ريزيرف واعرف الميكانيزم او الليميتيشن. يعني بمعنى اخر انت زي ما انت قلت لي دلوقتي الهارت ريت هيزيد والستروك فوليوم هيزيد يبقى لوجيكال الكاردياك اوتبوت هتزيد. هل لو قعدت تزود في الاكسرسايز لما لا نهايه هيزيد الكاردياك اوتبوت ولا تو سيرت الليمت؟ اكيد تو سيرت الليمت، صح ولا لا؟ وده اللي احنا عايزين نعرفه. ثم تجميع بقى لبعض الريفلكسز غايه في الاهميه، لانك انت سمعت كتير اكيد عن حاجه اسمها يقول لك ايه؟ يقول لك بين بريدج ريفلكس، صح؟ سمعت عن ألامس ميرك ريفلكس؟ لوفنز ريفلكس؟ فاحنا عايزين نجمعهم الاسم والمقصود به بسرعه كده، لانه مهم. ما ممكن يقول لك كارديو فاسكولار ريفلكس،
منشن 3 او 4 كارديو فاسكولار سيستم ريفلكسز اند اوت لاين 1 ان ديتيل. مش انتوا خدتوا البارو ريفلكس؟ ما ده كارديو فاسكولار سيستم ريفلكس. مش سمعنا عن حاجه اسمها البيزل ديجاريش ريفلكس او الكورونري كيمو ريفلكس؟ سمعنا عن حاجه اسمها الارتيريال الاتريال بارو ريسبتور ريفلكس؟ سمعنا عن حاجه اسمها الاتريال بارو ريسبتور ريفلكس؟ الكيمو ريفلكس؟ وتحط الصوره يا جماعه كل دي كارديو فاسكولار سيستم ريفلكس. بيقول لك منشن 3 ولا 4 ولا 5 زي ما هنقول كارديو فاسكولار، واختار واحد منهم اتكلم عنه. هو امور سهله. الهدف الاخير ده الهدف مين اللي هنتكلم عنه في اللاب. اطبق بقى الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي على اللاب ان شاء الله. امور سهله وبسيطه ومجرد اكنك بتعمل ريفيجن للكارديو فاسكولار سيستم. هناخد الامور ببساطه ونركز مع بعض كده. لو بدانا باول حاجه سيرتن امبورتنت ديفينيشنز ريليتد للمحاضره واللاب، اكيد سمعنا عنها كتير بس التكرار بيعلم مين؟ الشطار. عايز اعرف يعني ايه البالس بريشر والمين ارتيريال بلاد بريشر؟ اكيد سمعناها كتير قوي. يعني ايه بالس بريشر؟ يبقى سيستوليك بلاد بريشر لما تقول بالس بريشر يبقى بيساوي ايه؟ سيستوليك بلاد بريشر ماينس دايستوليك بلاد بريشر. شطار. طب النورمال فاليو كام؟ 40 ليونج ادلت ميل وزنه 70 كيلو جرام. 40 كيلو متر في الساعة ولا 40 ايه؟ مليمتر. عرفناها ازاي؟ مش انتوا عارفين ان في ليونج ادلت ميل وزنه 70 كيلو جرام تقريبا البلاد بريشر بتاعه 120 على 80؟ يبقى 120 ناقص 80 يساوي كام؟ 40. طب افرضوا واحد بقى، ركزوا معايا. واحد البلاد بريشر بتاعه 170 على 60. يبقى البلس بريشر بتاعه كام؟ 110 بيت بير منت؟ ها؟ ايوه بقت الناس نامت. يبقى ايه؟ مليمتر مركب. كلام كويس. طيب ال 110 دي نورمال ولا اب نورمال؟ يعني زايده ولا قليله؟ زايده. فاكنوا انتوا بتحسوا البلسيشن يا جماعه، خدتوا لاب اللي هو كلين كاسكين لاب وتحسوا البلس صح؟ ويقول لك في حاجه اسمها البيج بلس فوليوم او البيج بلس بريشر، ويقول لك في حاجه اسمها الووتر هامر بلس. سمعتوا عن المصطلح ده يا جماعه؟ او يتقال عليه كولابسنج بلس. مش احنا خدنا كلينيكال سكيل يا جماعه ازاي احس البلسيشن؟ في صفات للبلس، في نورمال بلس وفي اب نورمال بلس. من ضمنها الاب نورمال ان انا الاقي حاجه اسمها الووتر هامر بلس. انت دلوقتي لو جبت اناء في ميه خلاص؟ او على لو في بحيره ولا في نهر او حاجه وقمت لامس الميه كده خلاص؟ الميه هترد تخبط في ايدك ولا لا؟ هي الفكره. النورمالي انت قاعد تحس في مكان الايه؟ البلس عشان تحس الريديال بلسيشن، صح ولا لا؟ صح. يعني بتقعد تشوف المكان فين عشان تحس. طب لو مجرد بتلمس ايد البيشنت لقيت البلس بيخبط في ايديك، ده نورمال؟ لا، ده معناه انه زايد قوي لدرجه انه ايه؟ من اقل لمسه خبط في ايديا، صح ولا ايه؟ يبقى بيتقال عليه كولابسنج بلس او ووتر هامر بلس. ودي صفة مميزة لحاجة اسمها هايبر دايناميك سيركوليشن. يبقى لو بدأت بالبلس بريشر نبص على الايه؟ ادي أول حاجة عرفت الديفينيشن ديفرنس بتوين سيستوليك اند دايستوليك بلاد بريشرز. خدنا اكزامبل لو قلنا 180 على 60 يبقى البلس بريشر في الحالة دي 120 ملم مركري، يعني معناها هايبر دايناميك سيركوليشن انكريزد بلس بريشر. يبقى المصطلح بتاع هايبر دايناميك سيركوليشن فيتال، مهم جدا يتعرف. ديفاين ما ينفعش اخرج من بلوك اسمه كارديو فاسكولار سيستم وما اعرفش يعني ايه هايبر دايناميك سيركوليشن، سواء نقولها لكم احنا او في الباثولوجي. يبقى هايبر دايناميك سيركوليشن في اب نورمال انكريز ان ذا سيركولاتوري فوليوم، السيركوليشن ماشيه بسرعه. بلاس لها صفه مميزه في البلس بيتقال عليه بيج بلس بريشر، او بقول عليه ووتر هامر بلس او كولابسنج بلس. بلاقي البلس بريشر اكتر من النورمال اللي هو كام؟ 40 ملم مركل. طب ايه هي الكوزس؟ مهمه جدا تسيب ام سي كيو. الكوزس اوف هايبر دايناميك سيركوليشن، الكوزس تكون ايه؟ ممكن يا جماعه النقط زي ما بقول اي نقطه ممكن ديت التعريفات زي ديت ممكن اتسالها في اسبي، ممكن نقطه من سؤال ولا هيقول لك ايه؟ منشن 3 كوزس اوف هايبر دايناميك سيركوليشن مثلا، او يقول لك مثلا يجيب لك حاله زي اللي احنا قلناها دي مثلا، يقول لك البلس زي بقول لك شوف المحاضره واللاب مرتبطين ببعض ازاي يا جماعه؟ يقول لك اذا كان واحد عنده 20 سنه البلاد بريشر بتاعه 170 على 60 كان مثلا كالكوليت البلس بريشر، واتس يور كومنت
جيف 3 اكزامبلز اوف ساتش كونديشن. سهله ولا صعبه؟ سهل انك تحسب الكومنت بتاعك ان ده بيج بس فوليوم يعني هايبر دايناميك سيركوليشن. قول اي 3 كوزز من دول. الكوزز هي ايه؟ ممكن اقسمها. انا مقسمها هنا الفابيتيكال A A A B B E وهكذا. ممكن نقسمها فيسيولوجيكال وباثولوجيكال. فيسيولوجيكال فاكتور زي ايه؟ زي حالات البريجنانسي. افتكر ان احنا جبنا سيره الهايبر دايناميك سيركوليشن وانا بتكلم في اكسرسايز. يبقى بالتالي الاكسرسايز برضه بيعمل هايبر دايناميك سيركوليشن. ليه؟ مش انا لسه قايل البالس بريشر هو عباره عن سيستوليك ماينس دايستوليك. طب الاكسرسايز زي ما هنتكلم كمان شويه بيزود السيستول وبيقلل الدايستول. النت ريزلت ان قيمته تزيد ولا ما تزيدش؟ تزيد. يعني لو كان السيستول مثلا 120 والدايستول 80 مع الاكسرسايز ممكن الاقي السيستول بقى 160 والدايستول يا يدنوا 80 يا يبقى 70. يعني معناها القيمه مالها؟ لا خليك انا بس بشوف مين اللي يبقى القيمه مالها يا جماعه؟ القيمه مالها زادت بقت هايبر دايناميك سيركيليشن. وضحت الصوره ولا صعبه يا جماعه؟ واحنا بنشرح ان شاء الله هنقول ليه السيستول يزيد مع الاكسرسايز والدايستول يقل او يدنه ثابت مع الاكسرسايز. لحد كده في اي مشكله يا جماعه؟ يبقى دي الفسيولوجيكال. افتكرت ان في بريجنانسي واكسرسايز. الباثولوجيكال زي ايه؟ زي انيميا، زي انكزايتي، زي الاورتيك انكومبتنس او ريجرجيتيشن، زي البيريكسيا او الفيفر، زي حالات الايه؟ الثيروتوكسيكوز. اظن عارفين الثيروتوكسيكوز عباره عن ايه؟ زياده مين؟ الثيرويد هرمونز. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. يبقى ده اول جزء عندنا اللي انا بقول عليه البالس بريشر. طب المين ارتيريال بلاد بريشر؟ من الاسم مين يعني افريج. هو عباره عن الافريج ارتيريال بلاد بريشر فين؟ ديورنج سنجل كاردياك سايكل. طيب بيتحسب ازاي؟ حد يقول لي بيتحسب ازاي؟ المين ارتيريال بريشر بيساوي دايستول دايستوليك بلاد بريشر بلس ثلث البلس بريشر. وضحت الصوره؟ طب لو خدنا مثال بيقول لك دلوقتي مثلا اذا كان الارتيريال بلاد بريشر 130 على 70، مركزين يا جماعه؟ احسب البلس بريشر. الكلام اللي بنقوله ده ممكن يتسال كام اس كيو. واحد يقول لي يا دكتور في الام اس كيو هتكتب لي مساله تقول لي احسب. اقول لك لا، اقول لك بمنتهى البساطه اذا كان البلس بريشر بيساوي 60 ملم مركب مثلا، اند ذا بلاد بريشر ووز مثلا اند ذا دايستوليك بلاد بريشر. نسهلها بقى، ما احنا ممكن نسهل تتسهل او تصعب. ممكن يقول لك البلاد بريشر كذا، فان المين ارتيريال بلاد بريشر كذا، يبقى انت محتاج تحسب خطوتين. ممكن نسهلها لك نقول لك مثلا اذا كان الدايستوليك بلاد بريشر 60 مثلا والبلس بريشر 60، يبقى بالتالي المين ارتيريال بلاد بريشر يساوي كام؟ 80. 60 زائد ثلث ال 60 يعني 20، يبقى كام؟ بقى 80. صح ولا لا؟ طيب نحسب الحسبه بتاعتنا هنا بقى. اتفقنا، قال لك مثال اذا كان الارتيريال بلاد بريشر 130 على 70، احسب اول حاجه البلس بريشر. يبقى البلس بريشر هيساوي 130 ناقص 70 يساوي كام؟ 60 ملم. يقول لك احسب المين ارتيريال بلاد بريشر. بقى سهله دلوقتي. 70 المين ارتيريال بريشر بيساوي الدايستوليك اللي هو 70 زائد ثلث البلس اللي هو ثلث ال 60 يعني كام؟ 20. يعني يساوي 70 زائد 20 يعني يساوي 90 ملم. كلام سهل ولا صعب يا جماعه؟ الامور واضحه؟ كلام كويس قوي. طيب ده الهدف الاولاني عندنا، وزي ما بقول مهم جدا اعرف ديفينيشن هاو تو كالكوليت هاو تو كومنت. وضحت الصوره؟ الهدف الثاني بقى ندخل في موضوع الاكسرسايز. لوجيكالي كده ايام زمان واحنا بناخد السمباثاتيك والبارا سمباثاتيك،